آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الاجتماع اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا يجعل فينا شقياً ولا محروماً. في بداية هذا اللقاء ننبه تنبيه أن هذا اللقاء منقول. الشيخ عدنان، تفضل الشيخ عدنان. في بداية هذا اللقاء نبين أن هذا اللقاء منقول في حساب آيات في تويتر وفي بيريسكوب، فمن أراد المتابعة والبث والرتوة لهذا اللقاء فجزاه الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، هذا اللقاء خاص في أمر يتعلق في كتاب الله عز وجل الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، ومع فارس من فرسان تعليم كتاب الله الذي قضى حياته في تعلم وتعليم هذا الكتاب العظيم، هو شيخنا والكل يعرفه، إبراهيم بن الأخضر بن علي القيم، شيخ القراء في المسجد النبوي. وليس هنا جئنا لنعرف بالشيخ، الشيخ معروف، ومن أراد تفاصيل عن حياته موجودة في كل مكان، لكن جئنا في هذا اليوم لنأخذ من تجربته ومن ما حصده في هذه السنين الطويلة في تعليم كتاب الله عز وجل، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. حديثنا عن المهارة، المهارة في تعليم كتاب الله عز وجل بين المعلم والمتعلم. لكن قبل أن أجعل المجال لشيخنا، أريد أن أرحب وأقرأ بين أيديكم هذه القصيدة الجميلة يقول: يا قارئ القرآن أقبل وانتبه، وافهم هديت لرشد كل عبارة، شيخ المهارة قد أتاك مترجما كل الذي يعنيه لفظ مهارة، من طيبة الأطياب جاء محلقا وافى إليك تقله طيارة، لعظيم قدر الأمر جاء محلقا جوا ولم يركن إلى السيارة، وإليك يا رمز المهارة أبعث القبلات صدق مشاعر وحرارة، يا أخضر الإتقان دمت معلما وموجها لمهارة بجدارة، منذ التقيناك التقينا كنزنا وبك اغتنينا عن سواك غزارة، يا شيخ قراء المدينة مرحبا، فجمال حرفك خضرة موارة، أنا حللت نشرت إتقانا كما نثر الجمال سحابة مدرارة، فابعث لآيات من الآيات ما يثري ويغني خبرة ومهارة، والشكر يا آيات منا واجب، يا مكرما شيخي رزقت جواره،
ويعم يوسف شكرنا وكذاك من خدم اللقاء بغبطة وحرارة. والله يحفظ شيخنا ويعينه وعليه يفتح بالبيان حواره ويحوطه برعاية من عنده وبجنة الفردوس يصبح داره. هذه القصيدة من محبكم تلميذ الشيخ الأخضر الشريف عبد الناصر خديش، ويهديها لشيخنا ولقناة آيات التي تفضلت بهذا اللقاء وأسهمت كثيرا في هذه أو هذا الجمع المبارك، وأسهمت كثيرا في خدمة كتاب الله عز وجل، هذه القناة الوقفية العلمية في المختصة في كتاب الله عز وجل، والتي أنشئت من عام 1431، ويشرف عليها ويديرها الشيخ ناصر القطامي حبيب القلب أبو علي. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، وأترككم مع الشيخ، لا أريد أن أستأثر بالكلام طويلاً، لكن لعل القصيدة عجبتكم وعجبت شيخنا، ولعل شيخنا يتكلم عن هذا الموضوع العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الرزاق، أظهر آياته في الأنفس وفي الآفاق، وصلاة الله وسلامه على صاحب البراق وصفوة المهيمن الخلاق سيدنا محمد وعلى آله وصحابته، ما سبح مخلوق بالعشي والإشراق. إخوتي الكرام، أحبائي، صاحب الفضيلة الشيخ ناصر، هذه فرصة مباركة نلتقي فيها والغرض هو الحديث عن المهارة في تعلم القرآن بين المعلم وبين التلميذ. أولا، هذا العنوان هو عنوان نفيس جدا، وأنا أحبه لأنه يوافق ما عندي من العلم وما وصلني من الآداب التي تأدبت بها عند مشايخي، وهي كلمة المهارة. وفي بعض المحافل استبدلوها بكلمة أخرى، وهي في نظري كلمة لا تليق بهذا الشأن، وهو تعليم القرآن الكريم، ألا وهي كلمة التميز. فكلمة التميز هذه كلمة لا تليق عندي أنا بمقام تعلم القرآن وتعليمه، والكلمة التي هي وضعت لهذا الشأن هي كلمة المهارة. ذلك لأن التميز دائما فيها نظر إلى الغير ليتميز عن غيره، وكلمة المهارة فيها أن ينافس الإنسان نفسه، فهو في نفسه يطلب البهارة ليرتقي في هذا العمل. وحقيقة هذا الشأن، هذا
الشأن وهو طلب المهارة بين المعلم وبين المتعلم، هو الوصول بالعمل إلى طريق السداد ونقل مباهج القرآن الكريم من المعلم إلى المتعلم بصورة كما كانت في قديم الزمان بين أشراف أمة محمد الذين نقلوا القرآن أجيالاً سابقة لأجيال لاحقة. هذا هو الغرض الرئيسي من موضوع هذا اللقاء. والقرآن الكريم دراسته وتعلمه يأتي بناءً على اختياراً يقع في نفس الإنسان ورغبة وتشجيعاً من الأسرة وطموحاً من الوالد والوالدة، حتى وإن كانا لا يحفظان القرآن الكريم فهم يشجعون أبناءهم ويرضون أن ينتظم الأولاد في حلقات القرآن الكريم. والمدرس أيضاً هو عمل اختياري، هو الذي اختار أن يكون معلماً للقرآن الكريم. فالمسألة تقوم على الاختيار بين المعلم وبين المتعلم، لذا كانت الرغبة هي التي تملي على الاثنين، المعلم أن يقبل الطالب والطالب أن ينسجم في التعليم عند المعلم. وبما أن هذا الأمر أمر خطير جدا أن يتعلم الإنسان القرآن الكريم، فإننا لابد أن ننظر إلى الشرع كيف شرع لنا هذه العبادة الجميلة وكيف أصلها، ولا بد أن يكون لها قوانين وقواعد تقوم عليها. ما دامت بهذا الشكل، ما دام أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما في الحديث الصحيح، والماهر بالقرآن مع السفرة كما في الحديث الصحيح، فلا بد أن يكون لها تأصيل في منهجها وشكلياتها وتنظيمها. لكننا إذا أمعنا في البحث عن ما يرشدنا إلى طريق مؤصل يعني مكتوب وتنتظم فيه قوالب العمل وأولويات العمل، لا نجد شيئا من هذا سوى الأخبار المنقولة عن فلان أن فلان فعل كذا وفلان فعل كذا. إذن فماذا اعتمد الشرع لهذه المنقبة العظيمة؟ كيف ستأخذها هذه الأمة وتعتني بها وتستفيد وترتقي بها على تقلب الزمان ودخول كثير من الصوارف القوية والضعيفة في حياة البشر؟ والمطلب الرئيسي أن يمضي هذا في طريقه لا يرده شيء، وهو تعلم القرآن وتعليمه. نجد أن الشرع ارتكز في هذا الأمر وهو تعلم القرآن على الوازع النفسي فقط، أي أنه لا يوجد لدينا نص
يقول افعلوا كذا وكذا وكذا وكذا، سوى أنه رغب في تعلم القرآن وتعليمه، وجعل له المنزلة. أشراف الأمة هم أهل القرآن، الماهر بالقرآن كذا، تعلموا القرآن كذا، فلان يعني يسأل في القرآن، أبي بن كعب، زيد كذا. هذه الأخبار التي نقل، لكن لم ينقل لنا نص يقول افعلوا كذا أولا ثم كذا، يعني كالصلاة. الصلاة لها شروط، لها واجبات، لها أمور تسبقها وأمور فيها من بدايتها إلى نهايتها، فيها واجبات، فيها سنن، فيها، هذه شعيرة من شعائر الإسلام. أيضا تعلم القرآن لأنه كلام الله ينبغي أن يكون فيه هذه القوانين التي تسبق وتلحق وتحقق ما نصب إليه من قضية تعلم القرآن الكريم. فنرى أن القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم في شرع أمة محمد، في شرع الإسلام، في شريعة الإسلام، قام على الوازع النفسي فقط، لا يوجد أي شيء آخر. إذن فلنعد إلى الأصل. الأصل أن الدين خوطب به العقلاء. الدين لا يكون لمجنون، لا بد أن يكون لعاقل، والعاقل هو الذي يفهم النصوص ويفهم فقه النصوص لكي يتعامل معها بما يجعله يحقق النص والغرض من النص. والفقه هو التصرف في المعلوم بعد علمه. فإذا علمنا أن صلاة الظهر دخلت، فينبغي علينا أن نستعد لها وأن نصلي. لكن هذا المصلى مكشوف، والأرض غير مفروشة، ودرجة الحرارة تزيد في الصيف إلى أن لا يستطيع المصلي أن يسجد أو يقف على قدميه بطمأنينة تخول له الأذكار التي يؤديها في الصلاة. فهنا ينبغي عليه أن يستعمل الفقه، وهو أن ينتقل من مكان لا يستطيع أن يطمئن فيه في صلاته إلى مكان آخر أولى وأحق بأن يصلي فيه مع الطمأنينة. وكذلك الأمر إذا كان هذا المكان يعني شاكا في 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 طهارته، أو هذا المكان لا يصلح للصلاة، كأن يكون مما يعني تحدث عنه الفقهاء بالمنع من إن كان مغصوبا أو كان أو كان، يعني هذه الأمور. فعليه أن يتصرف حتى تؤدى هذه الفريضة. فالفقه هو التصرف في المعلوم. المعلوم أن صلاة الظهر وجبت بعد علمه، يعني بعد دخول وقت صلاة الظهر، فعليه أن يتصرف بما يخول له أداء هذه الصلاة في مكان آخر أو بشكل آخر، بحيث يستطيع أن يؤدي هذه الفريضة. نحن الآن أمام هذا الأمر، أن الدين جاء للعقلاء وليس للمجانين، والعقلاء عليهم أن يستخدموا العقل المسترشد بالشرع، لأن العقل إذا انفرد بنفسه كان طامة على المخلوق، لأن المخلوق له الاختيار. فأحيانا يكون شخصا نراه عاقلا لأنه يتصرف تصرفات العقلاء، ولكنه
لكن عقله لا يسترشد بالشرع، فعقله طامة عليه لأن له اختيارات هي من وسوسة الشياطين. إذن فنحن بحاجة في هذه القضية إلى عقل يسترشد بالشرع لكي يقوم بأداء هذه المهمة على تطور الزمان والمكان، والقيام بها بشكل تؤديه هذه الأنفس إلى أنفس تحتاج هذا العلم وهذا التعلم. فليس لدينا نص كيف نعلم القرآن الكريم، ولكن يتعين أن يكون لدينا العاقل الذي يسترشد بالشرع في أعماله لكي يقوم بهذه المهمة، ولنضع بين يديه الشباب والشابات وكل شرائح المجتمع التي تريد أن تتعلم القرآن الكريم. وإذا كانت لديهم الرغبة في أن يتعلموا، فلتكن أيضا قدرته هو على استيعاب هذه الرغبة وتنميتها وتشجيعهم على المزيد من الوقت والعمل في خدمة القرآن الكريم. هنا نصل إلى أن نحقق هذه الكلمة التي ذكرت في أول التقديم، وهي أن نقوم بإطار محدود بالشرع ونابض بالعقل المسترشد بالشرع لكي نقدم هذه الكلمة وهي المهارة، مهارة تعلم القرآن الكريم. وقد نصادف كثيرا من الأسئلة التي تطرح بين أيدينا عن المدرس، وكيف يدرس وكيف يدير الحلقة. في السابق كانت الحلقات يكون فيها أعداد كبيرة جدا من الطلاب، ربما تكون الحلقة فيها أكثر من 100 أو 200، والشيخ واحد كما هو مذكور في تراجم المشايخ الكبار أنهم كانت الحلقات عندهم فيها يعني عدد كبير جدا من الطلاب الذين يدرسون. فالمشايخ بما وهبهم الله سبحانه وتعالى من الإخلاص والنباهة اصطفوا نخبة من الطلاب الجيدين وقاموا بتعليمهم وأجلسوهم في الحلقة وجعلوهم عرفاء يعينوهم على أن يستمعوا للطلاب، وكان كل عريف من العرفاء له عدد معين من الطلبة الذين يستطيع أن يستمع لهم في الوقت الذي يكون موجوداً فيه في الحلقة الرئيسية. ومع ذلك فإن الطلاب الذين يدرسون عند العريف لا يستمرون عنده كل يوم، بل ينتدب الشيخ كل يوم نخبة أخرى من الطلاب لتدرس عند العريف هذا غير التي درست بالأمس. هذه كانت تعين المدرس على الأداء، لأنه لا يستطيع أن يستمع لـ200 طالب أو غير ذلك. هذه الأمور من ثقافة العمل، أي أن الثقافة التي يعرفها المدرس هي التي جعلته ينتخب العرفاء ويعلمهم ثم يدربهم على أن ينسجموا في حلقات صغيرة لهم يؤدون الواجب الذي هو يرتضيه منهم بين هذه الزبرة الكبيرة من الطلاب الموجودة التي تدرس. ثم يختار كل يوم من كل حلقة أحد الطلاب ليطمئن بنفسه على أن العريف قد أدى الغرض المطلوب منه
لكي يستمع، إلا أن هناك حلقات أخرى خاصة بالشيخ الذي هي حلقات الاستماع الكلي ممن يصطفيهم الشيخ ويرى فيهم القدرة والمهارة في حروفهم وفي كلماتهم وفي مسائل الوقف والابتداء والمعاني، ويبدأ بوضعهم تحت كما يقولون في اللغة الحديثة المجهر حتى يعلم منهم ويأنس أنهم يقومون بهذا العمل الذي يريده هو، وهو المهارة، الارتقاء بأنفسهم في درجات المهارة شيئا فشيئا. ثم بعد ذلك إذا أكملوا وأصبحوا في حالة من النضوج وقادرين على أن يديروا حلقات بأنفسهم، يبدأ الشيخ في يعني إعطائهم الفرصة أن تكون لهم حلقات خاصة بهم لا يتدخل هو فيها ويهتم بغيرهم من الآخرين. إذن نحن أمام أمر واقع، وهو أنه لا يوجد لدينا نص مكتوب أو مقنن أو مشروح أو مفصل في شريعة الإسلام عن كيفية تعليم القرآن وتعلمه بالنسبة للطالب والمعلم، وإنما عندنا من الترغيب صفات كثيرة ذكرت لنا ومناقب كثيرة جاءت لنا من أخبار السلف الذين سبقونا في هذا الباب، فتعلمنا منهم ونتعلم منهم يوما بعد يوم عن حقائق ما وقع لهم في حياتهم من المصاعب ومن الفتوحات الإلهية التي فتحها الله سبحانه وتعالى لمن صبر وصابر على هذه المنقبة العظيمة، وهي تعلم القرآن الكريم وتعليمه. هذه قصتنا مع المهارة. فعلينا أولاً أن تكون لدينا العقول المسترشدة بالشرع لكي تتيح لنا فرصة أداء هذا العمل بطريقة تحبب للآخرين القضية المهمة الخطيرة في حياتنا وحياة الناس كلها، ألا وهي المدافعة الواجبة علينا تجاه المجتمع المسلم، كما قال سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فلا بد من المدافعة تجاه الأمور الكثيرة التي تحصل في المجتمعات وتتغير البيئة لأجلها، وكثيرا ما يأخذ الشيطان من العقلاء ومن الناس من الأقارب والأحبة، يأخذ منهم الشيء الكثير جدا في ما نراه ونسمعه وتشاهدونه يعني أمام أعينكم، فاللاهي عن نفسه وعن دينه كثير يزداد هذا، ولكن الراغب في ربه والراغب في دينه وفي رسوله واتباع سنته صلى الله عليه وسلم واتباع هدي القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم شيء كثير جدا، وعلينا أن ندافع. لا يغركم أن يكون العدد اللاهي في هذه الدنيا والمهتم بزخارفها البالية والحقيرة والتي لا قيمة لها، لا يغركم الكثرة، فإن كثيرا أيضا من أهل القرآن الكريم لا يزالون على هدي السنن الفاضلة الكريمة التي ورثناها عن أسلافنا ونقلوها لنا
عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جلسوا مع المصطفى ورأوا أنوار وجهه وشاهدوا جبريل وهو يدخل عليه ويجلس معهم ويحدثه ويسأله ويجيبه وهم شهود على ذلك، ورأوا الخيرات التي فتحت لهم والهدى الذي اهتدى به الناس في الإسلام حينما انتشر وأصلح القلوب وأصلح الأعمال وأصلح المجتمعات. إذن فنحن بدأنا بداية صغيرة جدا حينما أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اقرأ، كان القارئ شخص واحد، ثم رجع إلى البيت خائفا ليقول لزوجته أنا جاءني الملك وقال لي اقرأ وفعل بي كذا وكذا وكذا، ففرحت الزوجة وبشرته بخير وقالت له هذا هو الناموس، هذا هو الشيء العظيم الذي هو شرف الدنيا والآخرة، وأصبحوا اثنين ثم أصبحوا ثلاثة ثم أصبحوا أربعة ثم أصبحوا خمسة ثم أصبحوا ستة، ولم يكن لهم قانون. ومع ذلك لما جاء القانون وأصبحت دولة الإسلام بعد بدر، ومع ذلك بعد هذا القانون وبعد دولة الإسلام وبعد أن استتب الأمر لها أيضا لم يتغير شيء، لم يأتي شيء في تعليم القرآن الكريم، سوى أن الصحابة كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبون بعض الآيات ويحفظون القرآن في صدورهم، ثم انتشر القرآن وأصبح هناك من يعلم، عثمان بن عفان، أبي بن كعب وغيره من الصحابة، ثم بدأ الجيل الذي بعدهم ثم الذي بعدهم، ثم أنتم يا أصدقائنا وأحبتنا الكرام وأنتم تجلسون في هذا المجلس المبارك الذي نشكر الإخوان الذين قاموا عليه، الأخ الكريم وهذه القناة المباركة التي تنشر هذا الخير وتشجع أهل القرآن، ومنكم من يعلم القرآن الكريم، فالعقل السديد المسترشد بشريعة الإسلام والمتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصبر والجلد والأناة، وهذا يجعل ثقافة الإنسان تفتح له آفاقا من العلم يستطيع أن يصل بها إلى تحقيق هذا العنوان، ألا وهو الماهر بالقرآن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا الجزاء ونفعنا بعلمه. الإخوة الأسئلة، هناك من أراد أن تكون مكتوبة أو يتكلمون، يعني كل من يرغب يسأل الشيخ مباشرة. هناك سؤال خطر في ذهني فضيلة الشيخ، هل يعني على حامل القرآن أن يعتني أيضا بمهارة الأخلاق؟ أن يعتني بمهارة الأخلاق في تنافسه الشريف مع في تعلم كتاب الله عز وجل. يكون الآن بين الأقران منافسات كثيرة وسعي إلى حفظ كتاب الله عز وجل والارتقاء بمهاراتهم، لكن هذا التنافس قد يؤدي بعض المرات إلى حسد أو إلى شيء في القلوب، فما توجيهكم نحو ذلك؟ نحن قلنا في معرض الحديث أننا نحتاج إلى عقل مسترشد بالشرع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قد نهانا صلى الله عليه وسلم في كل الأمور عن أن نضيع الصلات التي بيننا بالحسد أو
يعني الأخلاق السيئة، فما بالك لما تكون مائدة القرآن الذي هو كلام الله؟ فكيف يقبل من شخص أن يكون حاسدا لزميل له يحفظ القرآن الكريم؟ يعني هذا غير، لا ينسجم مع مسألة تعلم القرآن والمهارة في القرآن الكريم. فالذي هو يتخلق بخلق الحسد هذا، لماذا يتعلم القرآن؟ والقرآن إذا دخل في قلب هل يبقى فيه من الفضلات الفاسدة؟ المفروض أن يتطهر هذا، لا يمكن أبدا أن يكون التنافس في تعلم القرآن الكريم يقود إلى الحسد، مستحيل. طيب الإخوة الكرام، هل هناك سؤال مباشرة أمامكم الشيخ؟ تفضل، فيه في ميكروفون ثاني. يا أخوان، يقول كل واحد اسمه يعرف بنفسه ويسأل. جزاكم الله خيرا. الأخ بعد أخوكم عطا الله الرحيلي من المهتمين، يعني من صغار طلبة. أنا الدكتور عطا الله الرحيلي، استشاري كبير في المملكة وطلاب الشيخ القدماء. لا تفضحنا يا شيخ. تفضل. جزا الله شيخنا كل خير على هذه الكلمة النافعة الجامعة. والحقيقة أنا أعرف أن لديه في الجعبة الكثير، ولكنه لعله أراد التخفيف علينا، لكن نحاول أن نستمطر بعض الكنوز التي لديه بهذا السؤال. شيخنا، الملاحظ أنه في كثير من المتعلمين ومن المعلمين في محاولة القراءة تعلم أنهم يقتصرون فقط على أداء الحرف مخرجا وصفة، ويدورون حول هذه فقط، وهذه خير لا شك يعني. لكن المؤمل من طالب العلم أن تتوسع اهتماماته إلى أبعد من ذلك، يعني في موضوع فهم الكلام وفهم المعنى وتدبره، وكذلك الإعراب والبلاغة إن كان من أهل هذا الشأن يعني. وكلما توسع في ما يتعلق بالأداء القرآني لا شك أن هذا يكمل بعضه بعضا. عندما يقرأ القارئ وهو يعرف الكلمة ومعناها وإعرابها وما فيها من بلاغة، كل ذلك يعني ينعكس على قراءته وحتى في أدائه، في أداء الصوت وفي أداء الجملة وكل هذه الأمور. لو تعلق يعني بعض الشيء على هذا الجانب حتى لا تقتصر الاهتمامات في الحروف والصفات فقط. جزاك الله خير دكتور. الحقيقة هذا يعني دكتور اختصر معاني كلمة تعليم القرآن الكريم، أو يعني المهارة في تعليم القرآن الكريم، لأنه المقاصد التي أرادها القرآن الكريم هو الارتقاء بعقلية الشخص نفسه الذي يتعلم القرآن الكريم. وكيف نرتقي بعقلية هذا الإنسان وهو لا يفهم ما يقرأ، لا يفهم ما هو المقصد؟ القرآن كما تعلمون وتعلمتم يخاطب كل العقول، والمفروض أن الإنسان يعني ما دام القرآن بلغته التي يقرأ بها
لابد أن يكون فاهما، والدكتور يطالبنا بأن يكون المعلم أيضا يساعد الطالب على أن يدخل في هذا المضمار بقوة، أن يتعلم معاني القرآن الكريم ليفهم. وقد يكون عقل الطالب قادر على هذا وقد يكون غير قادر، فليست كل العقول عندها هذا الفهم. حينما يشعر المدرس أن الطالب قادر على أن يستوعب الكلام الذي يقوله المعلم، فينبغي عليه أن يهتم بهذا، لأنه يجد يعني أرضاً خصبة تنبت، وعليه أن يستغل هذه الفرصة لا يتركها. وهذا من ثقافة المدرس المعلم. لكننا فيما نرى ونجد أن المعلم عبارة عن شخص حفظ القرآن الكريم، وبعد أن أكمل القرآن ربما كتب له المدرس الإجازة وذهب وفتح حلقة لتعليم القرآن الكريم، فهو ما تعلم إلا هذا القدر الأحرف، فخم الراء فخم الصاد زي كذا، لكن لم يتعلم هذه الأمور لأنها تحتاج إلى زمن أطول. وأنا أتذكر يعني من القصص التي مضت علي أنا وأنا طالب عند الشيخ الله يغفر له ويرحمه، وكنت أقرأ يوم من الأيام أمام الشيخ ويعني أحاول أن أرضيه يعني بقراءتي بحسن الصوت والوقف الصحيح والتفخيم والترقيق حتى لا ينتقدني يعني. وأنا أقرأ عليه في سورة النمل في قصة سيدنا سليمان، في قصة سليمان أقرأ عليه: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. أقرأ بصوت حلو كويس، يعني أنا صغير في السن هذاك الوقت وصوتي جميل وأدي طيب زي ما يبغى الشيخ. الشيخ أشر لي قال لي: أنت أسكت. سكت أنا وقال لي: أنت إيش بتقول؟ ارجع إليهم، يعني أنا بحس صوتي يعني بنغم وأسوي بحيث أنه أكسب رضا الشيخ، لأن الشيخ ينتقد بشكل يعني مخيف جدا. مهم، قال: أنت ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل كذا، يعني كذا الملوك يقولوا، الملوك يصدروا الأوامر بهذا الشكل: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم كذا. ده ملك، وفي مسألة كبيرة جدا وهي التوحيد عبادة غير الله، وعنده الجن وراه والإنس وراه والدنيا كلها والريح، ويقول ارجع إليهم فلنا، كأنه صبي بقال. قال لي: أنت بتتكلم كأنه واحد بقال يقول للصبي حقه رجع العلبة دي هناك وجيب واحدة تانية. ايه انتبه، انت بتتكلم بلسان مين؟ طبعا انا ما عندي في بالي هالكلام هذا كله. انا بصلح صوتي علشان الشيخ يرضى وينبسط وكذا. فانا وجدت وين الكلام اللي يبغاه هو، وين اللي انا يعني أعددت نفسي لكي يعني أبرزه بين يديه وعلى مسامعه يعني.
فأنا ما في بالي إنه سيدنا سليمان يعني لازم أنا أكون يعني منتظم جدا في المعاني التي يعني في الكلمات التي تعني شيئا، تعني شيئا عند الملوك وعند الناس الذين بيدهم الأمر وكيف يعني يصدرون الأوامر. أنا ما ببالي هذه الحكاية، لكن الشيخ انتقدني في هذا وقال لي أنت ما تعرف تتكلم. فأنا قعدت أفكر، يعني وصلنا إلى هذا الحد من الغباء أني أنا ما أفهم يعني كيف أتكلم بالآية بما يؤثر في مسامع الشيخ الذي هو جالس يسمعني يبغى يعلمني. طبعا هذه مرتبة من المراتب. أفهمني الشيخ رحمة الله عليه هذه القواعد لما أصبحت أفهم هذه الأمور وأدقق فيها لما كنت أقرأ عليه، فقال لي القراءة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تقرأ على ما يسمونه في مصر فقي كتاب، يعني المعلم الأولي الذي يعلم في الكتاب، يعلم التحفة والجزرية ومخارج الحروف 17 وهكذا. هذا المرتبة الأولى. المرتبة الأولى انتهت، ينتقل الطالب إلى أن يقرأ قراءة العلماء. قراءة العلماء، قراءة العلماء هم الذين يفسرون له هذا المعنى ويقولون له يا ولد إيش معنات فجعلهم كعصف مأكول. إيش هو العصف المأكول؟ يعلموا كلمات يعني الألفاظ، يعرف الطالب بعض الأشياء. تنتهي هذه المرحلة، ينتقل إلى أن يصبح الطالب يستطيع أن يقرأ القرآن الكريم بإحساس الشيخ دون أن يتدخل الشيخ، يعني ما يأشر له في المد كذا ولا في الهمز كذا ولا في رفع الصوت ولا في خفض الصوت، ولكن الشيخ فقط يعني يغمض عينيه ويسمع، وكل ما يريده الشيخ في نفسه لابد أن يشعر به الطالب ويقرأ به حتى يكون حاسس بمشاعر الشيخ تجاه هذه الكلمة، كيف تقال وكيف يصوغها بصوته وبلحنه. فهذه المراتب الشيخ فهمني إياها بعدين. طبعا بالنسبة لعامة الطلاب هذا الأمر غير مفهوم، هذا الأمر غير مفهوم. وأنا كنت أحدث بعض من الإخوان الذين تداولنا القراءة مع بعض فيها، فاستغرب أن يعني يصل الإنسان إلى أن يقرأ بإحساس الشيخ. وفي يوم من الأيام كنا مجتمعين في مسجد وقدموني لصلاة العشاء، وهو كان الإمام الرسمي في المسجد، فقدموني لصلاة العشاء فتقدمت وقرأت. فلما سلمنا وجينا خارجين من المسجد قال اليوم أنا فهمت كيف أقرأ بإحساس الشيخ. قلت له كيف؟ قال ما قرأت أنت كلمة من الآيات التي قرأتها إلا وكنت أنا عارف قبل ما تقرأها كيف تبغى تسويها. قال الآن أنا فهمت هذه المرتبة اللي أنت ذكرتها لنا زمان في زمن مضى. فالدكتور عطا الله جزاه الله خير يقول إنه لا ينبغي أن نقف عند حد إتقان الحروف فقط،
بل ينبغي أن نتعدى إلى، لكن أحيانا لا يجد المدرس الطالب قد بقي عنده في فترة أطول حتى يتعلم منه هذه، وفي البداية لا يمكن تعليم الطالب كل هذه الأمور في وقت واحد، مستحيل. فلا بد أن ينهي المرحلة الأولى، فإن جلس عندنا وانسجم عندنا ممكن نعلمه، وإن جلس مرة أخرى فممكن يتعلم أكثر، وهذا عائد إلى رغبته هو. وجزاك الله خير على السؤال الطيب المبارك، جزاك الله خير. الله يسلمك. جزاكم الله خير. تفضل شيخ عادل. جزاكم الله خير شيخنا الكريم على ما قدمتم، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في صحيفة حسناتكم يوم القيامة. والشكر موصول أيضا لفضيلة الشيخ ناصر القطامي رئيس مجلس إدارة آيات على هذه الليلة المباركة. شيخنا الكريم، يعني إتماما لسؤال الدكتور عطلة، أذكر أني سمعت منكم مصطلح قديم، قلت فلان يقرأ من رأسه. أيوة. فأنا طبعا كنت أول ما سمعته منكم يعني قلت يعني الشيخ ما فهمت المصطلح. نعم. وبعد مدة وبعد المدارسة معكم شيخنا الكريم الله يثيبكم ويجزاكم عنا خير الجزاء، أدركت فعلا حقيقة هذا المصطلح. فيعني ليتكم تعطون بعض بعض التوجيه، بعض التوضيح حول هذا المصطلح، وكيف أن كثيرا من الأئمة الآن يقرؤون من غير يعني بصيرة بالمعنى وغير تفكر فيه. جزاكم الله خير. والله يعني هذا الأمر يعني غير مقدور عليه، غير مقدور على الأئمة، يعني الأئمة يعني إنما العلم بالتعلم، إيش تعلم هو هذا حدود العلم الذي تعلمه الإمام، فأنت تطالبه بشيء لم يتعلمه، هو ما استمر يتعلم أو ما وجد أحد يعلمه، فهذا الحد الذي وصل إليه تطالبه بأكثر من هذا فين؟ يا ليت الأئمة يقيمون الصلاة، يعني الآن الصلاة فيها تطفيف مخيف جدا، الأئمة الآن يطففون في الصلاة تطفيف مخل بالصلاة، وأنا يعني أجزم بأن الكثير من الأئمة قد تكون صلاتهم باطلة، وتلاحظ أن بعض الأئمة يقرؤون الفاتحة في صلاة العشاء وفي الركعة الثانية أيضا، ما شاء الله مرتلة وطويلة، والعارض للسكون فيها 6 حركات وتنغيم فيها، وحينما يقوم للركعة الثالثة تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يركع هو. طيب فين الباقي؟ فين الباقي؟ فين الباقي؟ ها، قد تكون هذه الركعات السرية لله، فلا ينبغي أن يهتم بها ولا يعطيها أي اهتمام، فهو يخبطها زي ما يبغى ويركع. وقد تكون الركعات الأولانية هذه للناس، فهو يصلح فيها صوت ونغم وعارض للسكون وكل شيء، وإلا طيب فين الباقي؟ فين الباقي؟ لابد أن يكون فيه سبب، لأنه أنا لما يعني أقوم من الركعة الثالثة، أقوم للركعة الثالثة معه، بس أوقف أبتدي أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ألاقيه ركع. طيب فين؟ فين
القراءة التي قرأها في الركعة الأولى والثانية فين؟ وما هو السبب الذي جعله يطفف في الركعة الثالثة والرابعة ويمد ويهمز ولا يمله سامعه زي ما يقولوا في الركعتين الأولانية؟ فسروا لي هذه الركعتين لمين وهذه لمين؟ فكيف يبغى يتمم هذا؟ أضف إلى ذلك التسابيح في الركوع والتسابيح في السجود والتحيات وغير ذلك، ما فيش فين؟ ها؟ واحد يسد؟ واحدة التسبيحة؟ والله لو كان ربنا سبحانه وتعالى يعاملنا بهذا كان واحدة عين تسد، واحدة أذن تسد، وانت عندك 32 سن في فمك، والله 16 يكفوا بزيادة، والله 10 حتى يكفوا، تطحن بيهم الصخر. واحدة رجل تكفي، واحدة يد تكفي، واحدة تسد. ليش معطيك هالطاقات كلها ومعطيك يعني لو بده يتحدث مثلا أخونا الدكتور عطلة الطبيب اللي يفهم الإنسان وتركيباته ويشرح لنا من الأمور إلى بكرة الصبح ما انتهى من جزء بسيط جدا من علم الدم، ولا ليش واحدة تكفي لما تبغى واحدة تدخلك الجنة؟ أفرض أنها ما ضبطت هذه الوحدة، خلاص ما تدخل الجنة لأن ما عندك إلا واحدة، ما عندك احتياطي، وعلى إيه رايح لفين يعني؟ اللي رايح له أحسن من الصلاة؟ ما يصير يا أخوان، ما يصير، ما يمكن هالخيرات نازلة من الله سبحانه وتعالى وهو يقول أن اشكر لي. الشكر عمل، الشكر عمل وليس كلاما، لازم أن تؤدي يعني. ومثل ما قال الشيخ يجي من راسه. ها يعني نرجع لكلام أخونا عادل جزا الله خير، أحيانا يكون فيه قارئ يقرأ من راسه زي ما قال، يعني أنه عنده حنجرة تقرأ ولكن ما عنده إحساس، ما عنده إحساس بالكلام هذا. أضف إلى ذلك عدم قدرته على الفهم والتمييز في مواطن الكلام الذي يحصل، زي الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا، كلمة كلا الناس يختلفون فيها، يبغوا يوقفوا عليه ولا ما يوقفوا، هل يقفون على كلا ثم يقولون لا ينبذن في الحطمة؟ والله كلا لا ينبذن في الحطمة. وإيش معناه كلا؟ هل هي تنفي هذا الكلام الأولاني الذي هو جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلده؟ والله كلا بمعنى حقا لينبذن في الحطمة. فهذا مو فاهم، قالوا له كلا تنفي، وقف على كلا. لكن لم يأتي في تاريخ البشرية من قال إن من جمع مالا يطول عمره، وأن من كان مملقا يقصر عمره، ما عمره صار. كل الناس يعرفون أنه تنتهي ساعته يروح، غني ولا فقير. فالذي جمع مالا وعدده إذا جاء وقته يروح، والذي ما جمع مالا ولا عدده إذا خلص وقته يروح. فكلا هنا لا تنفي هذا الأمر، لأن هذا الأمر لا يحتاج إلى نفي، فالناس مجمعين عليه، ما هم محتاجين لأحد يقول لهم أنه لا غلط، كل الناس عارفين أنه لا ينفع المال في إطالة العمر.
والمال يقعد يخلص ساعة الإنسان يروح يخليه. فكلا هذه بمعنى حقا لينبذن في الحطمة لأنه لم يفعل بماله خيرا. وقال واحدة تكفي زي صاحبنا الشيخ، واحدة حبة تسبيحة تكفي، وعليش يقعد يسبح ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة حبات؟ ما له لزوم، فواحدة تكفي. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. نشكر القائمين على هذا المنبر الجميل والرائع، فليس بعد القرآن ولا قبله ولا بعده شيء. ونشكر فضيلة الشيخ والدكتور ناصر والإخوان حقيقي على هذه الأمسية الرائعة الطيبة. سؤالي وطلب، السؤال هو يعني الاحتساب في تعليم أبنائنا القرآن. للأسف الشديد تجد مثلا في الحي أو في المسجد نفسه يصلي أكثر من واحد حافظ القرآن الكريم ويستطيع أن يعلم أبنائنا، ورغم ذلك أما بحجة الانشغال أو بحجة أيا كانت هذه الحجة نجده قد يكون مقصرا أو ما شابه ذلك. ما هي توجيهاتك لهؤلاء الذين يحملون القرآن بين في صدورهم؟ فمن من حق أبناء الحي وأبناء المجتمع وأبناء المسلمين الاستفادة مما لديهم من العلم. هذه واحدة. النقطة الثانية، تشجيع أولياء الأمور على الالتحاق أبنائهم بتحفيظ القرآن الكريم. وأنا حقيقة قص يعني فيه موضوع، كان كنت وكيل مدرسة، فجاني أحد المسؤولين على حلقات التحفيظ طلب مني، قال لي يا أبو محمد نبيك تشجع تجي تحضر الاحتفال لتخريج الطلاب في نهاية العام وتحث أولياء الأمور على الالتحاق بحلقات التحفيظ، وتدلهم أو تعطيهم مثال على أن هؤلاء الذين التحقوا بالتحفيظ لم يشغلهم عن دراستهم فهم متفوقين في الدراسية وأيضا في حلقات التحفيظ. طبعا أنا توقفت قليلا فذهبت إلى الكشوف الدراسية، وجدت فعلا معظم الذين التحقوا بالتحفيظ القرآن متفوقين، وفعلا ذهبت وألقيت هذا الشيء هذا. فسؤال يعني مهم جدا، يعني ليتك تعطي توجيه للأخوان مع أنهم إن شاء الله فيهم خير وبركة وقريصين، ولكن من باب ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تحثهم على الاحتساب في ذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من علم القرآن، من تعلم القرآن وعلمه. فهذه نقطة مهمة. وطلب أن تتلو علينا من آيات الذكر الحكيم بصوتك يا فضيلة الشيخ إذا لم يكن هناك إحراج عليك. جزاك الله خير أبو محمد على حسن ظنك، والحقيقة هذا الأمر من الأمور المهمة في المجتمع. لكن إذا كان الشخص الذي يريد أن يعلم القرآن الكريم قادر على التعليم وعنده روح التعليم حتى ينقل القرآن الكريم إلى غيره، ويكون رجل قادر. أما الاحتساب بالنسبة لكل شخص فهذا غير معقول وغير مقبول، لأنه المجتمع مستعد ينفق على كثير من الأمور التي لا قيمة لها في نظر أهل الفلاح والصلاح، ولها قيمة عند الآخرين. ومن المعلوم أن يعني الحاجات اللي موجودة في المجتمع، أنه إذا كان طالب يخرج من بيته إلى حلقة تحفيظ القرآن الكريم ويدرس كل الشهر عند المعلم ويحفظ جزء مثلا أو نصف جزء من القرآن الكريم عند المعلم، فإن العائلة الكريمة أم الولد وأبوه
يعني لا يتحركون في هذا الاتجاه الصحيح لدعم الحلقة. والمدرس الذي يعلم كم يأخذ في الشهر؟ معلم القرآن الكريم كم يأخذ في الشهر؟ الجمعية تعطي له يمكن 1000 ولا 1500 ريال، هذه المكافأة التي يحصل عليها. وش تسوي 1500 ريال في هذا الزمان؟ ومن الأمور المعروفة والمتعارف عليها أن المرأة إذا راحت لزواج واحد يكلفها الفستان والحنة والكحل والأشياء، هذه الديكورات المهمة للزواج، قد تكلفها أكثر من 2000 ريال. وإذا حصل زواج في الشهر الذي بعد هذا الشهر أيضا تحتاج إلى 2000 ريال أخرى، على المستوى مستوى الناس الذين يحفظون القرآن، لكن المستويات الأخرى هذه كمان نتكلم عنها. ف يعني لماذا لا يتحرك الناس لدعم حلقات القرآن الكريم وإثراءها وجعلها يعني تعمل بجد لكي نكسب الأولاد هذولا الخير هذا الذي ينسكب يعني سلسالا من 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 العقول والقلوب والأفواه التي حملت هذا القرآن الكريم إلى الناس؟ لماذا لا ندعمها؟ ما الله سبحانه وتعالى يعني يسألنا في القرآن الكريم، يقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. ليش ما اقتحم العقبة؟ لماذا؟ الوسائل موجودة، أعطيناه هذه الوسائل، فلماذا لم يقتحم العقبة؟ لماذا لا ندعم حلقات القرآن الكريم نحن ونجعل أهلها الذين يقومون عليها في حالة مادية مرضية؟ لماذا نطالبهم بأن يحفظوا أولادنا ونحن لا نعطيهم ولا شيء ولا نجود بشيء قليل؟ الجمعية على مستوى الرياض، نتكلم على مستوى الرياض، جمعية تحفيظ القرآن على مستوى مدينة الرياض، مش منطقة الرياض، مدينة الرياض، فيها ما يقرب من 90,000 طالب وربما 35,000 أو 40,000 طالبة يقرؤون القرآن، يتعلمون يوميا في الجمعية، والجمعية تصرف وتكابد وتجمع وتشحت، ربنا أعلم بحالها. طيب ترى لو فلتنا هذول الأولاد 80,000 طالب فلتناهم في الشارع، إيش يسووا؟ إيش يتعلموا خارج المسجد؟ ألفاظ طيبة، ألفاظ نابئة، ألفاظ حقيرة، أخلاق سيئة، يتعلموا من الأشياء اللي موجودة في الشارع المتاحة لهم. أما أنت يا أبو محمد واضع ولدك في حلقة وأنت مطمئن في البيت قاعد مبسوط مرتاح، لأن ولدك في خير وفي نعمة، يروح للمسجد ما شاء الله نظيف ويجيك نظيف وقد قرأ وتعلم القرآن وجاءك. آخر الشهر أنت ماذا فعلت وأنا ماذا فعلت؟ كلنا مقصرين في هذا الجانب. من للجمعية هذه التي نطالبها نحن بأن تحفظ أولادنا وتعلمهم ونحن نتفرج عليها ولا نشجعها ولا نعينها ولا نساعدها؟ هذا تقصير من المجتمع. وأنا أبغى الناس أيضا يتطوعوا لكي يحفظوا القرآن ويجلسوا ويعلموا. طيب من فين يصرفوا؟ من فين يعني يحتاجهم أيضا؟ إلى عندهم أولاد أيضا وعندهم بنات وعندهم بيوت وعندهم حاجات ومطالب، فلابد أن يعني
زي ما يقول العوام شوية من الحنة وشوية من نعومة اليد. أما أن تكون يد واحد يشتغل في الحجر والطين ما ينفع فيها الحنة أبدا ولا تبدو جميلة أبدا. لا لا ما في تلاوة الحين، احنا جايين نتكلم بدون تلاوة. احنا نريد هل في سؤال مهم حول عنوان هذا اللقاء، يعني متخصص خاص في العنوان وليس لو تحدثنا عن امور القرآن الكريم لطلبنا المقام، لان الوقت الان ضاق بنا. فتفضل الاخ، تفضل في اثنين الان. طب خذ الميكروفون عشان تتكلم يا الاسم بندر محمد مليفي. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا والدينا ومنح في فردوس الأعلى ولا يحرمنا أجرا. يا كريم يا كريم، ما هو الأولى، تعليم القرآن أو تعليم أحكام التجويد قبل تلاوة القرآن؟ أصلاً أحكام التجويد علم لا يستفاد منه إلا في القرآن. أحكام التجويد لا يستفاد منها إلا في القرآن، فأول مرة تعلم القرآن وبعدين أحكام التجويد. لكن تتعلم أحكام التجويد فين تنفذها؟ زي اللي يشتري قماش حق خيمة، إيش يبغى يسوي به؟ اللي لازم يسوي به خيمة، لكنه ما ينفع يسوي منه فنيلة مثلا، هتصير كأنه لابس خشبة يعني، ما ينفع. أول مرة تعلم القرآن الكريم ثم بعد ذلك أحكام التجويد، هذا الترتيب. شوف السبيهين الشيخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا، أخوكم حسين محزم. أنا بصراحة من فترة حاولت أني أطول نفسي وكنت أتمرن يعني ما بين حين وآخر. هذا السؤال ما بغيت أسأله. ما فهمت السؤال. كيف أطيل نفسي؟ ها؟ النفس في طالة النفس. نعم. طالة النفس هذه مسألة طبية ورياضية، أنا يعني أنقل لك ما سمعته. يقولون أنه في تدريبات للصدر لإطالة النفس، ولابد تسأل دكتور عطلة والله اللي يفهموا في هذه المسألة أكثر مني. أنا سمعت أن هذه حاجة ممكن التدريب عليها بإطالة النفس بتدريبات رياضية كذا يسويها الإنسان، هذا اللي سمعته والله أعلم. الشيخ السبيهين بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العزيز عبد الرحمن السبيهين. الحقيقة ليس سؤالا وإنما مناشدة. ألتمس أو يتصور لي أن حديث المحاضرة هذه الليلة أنه يسد ثغرة مهمة لدى الجمعيات ما بين المعلم والمتعلم. ف أناشدك الله أن تصب هذه التجربة في كتيب ويطبع ويوزع على الجمعيات وعلى المعلمين والمتعلمين لعل الله ينفع به، لأنني أحس أنه يسد ثغرة حالية الآن وموجودة، ولعل الله يكتب له القبول كما كتب لغيره من قبل. يا رب. وشكرا. يعني أنا أسوق لك ولإخواني بشرى أن الكتاب في نهايته وبقي له ربما يعني باب أو بابين فقط، وقد اكتملت كافة أمور الكتاب، وهو عند أخينا الدكتور علي عطيف كالعادة، وبقي له ربما يعني بابين أو ثلاثة أبواب على الكثير ثم الفهارس. جزاكم وهو الله. كتاب أخذ يعني عناية تامة جدا، لأن
كافة الأسئلة التي دارت هنا واللي دارت في أماكن أخرى كلها جمعها ما شاء الله تبارك الله الدكتور علي عطيف، وكانت يعني الإجابة عليها واضحة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر خروج هذا الكتاب ليكون بين أيدي المعلمين في الحلقات، وفيه إجابة لكل الأسئلة التي سمعناها عبر السنوات الماضية والحاضرة، ويعني ما يثلج صدر كل معلم سيجد فيه بإذن الله يعني بيانا شافيا لكل الفقرات. وأظن باقي لنا 3 فقرات إن لم يخرج لنا الدكتور علي عطيف الله يمسيه بالخير مشاكل أخرى ويزيدنا يعني طولا، الله أعلم، لكن تقريبا نحن في نهايته يعني، الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سلطان القريشي. شيخنا أحسن الله إليكم، سمعنا أن لكم تسجيل قراءة ورش الشيخ، فأين وصلتم أحسن الله إليكم في ذلك؟ كيف؟ سمعنا مصحف رواية ورش. نعم، موجود الصور التي نزلت موجودة على اليوتيوب، تكتب إبراهيم الأخضر ورش تطلع لك كافة الصور التي نزلت على اليوتيوب، والصور الباقية يعني تقريبا المسؤول عنها موجود معانا في القاعة هنا، فهو الذي يقدر يجاوبنا الشيخ أحمد عبد الوهاب، هذا هو موجود هنا لأنه هو آخر شخص في اللجنة التي تستمع للصورة، وهو الذي يقوم بوضعها في اليوتيوب. أحسن الله إليك. إحنا عبارة عن مجموعة من التلاميذ، هم يعني 6 أشخاص من تلاميذي أنا، وبما فيهم أخونا أحمد عبد الوهاب، وبعد ذلك بعد ما نتفق على الصورة خلاص وتنتهي يأخذها هو ويستمع لها استماع أخير هو لوحده، ثم إذا كان ما لاحظ عليها ولا شيء هو يضعها على اليوتيوب. ولكن عندنا بعض الصور أعدناها للشخص صاحب المكياج مكساج صاحب المكساج، فهو في مكة وهو يعيد المكساج حقها، ثم ترجع إلينا ونعطيها لأخونا أحمد عبد الوهاب حتى يلحقها بباقي الصور. لكن نزلت كمية كبيرة من الصور في 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 اليوتيوب، فقط أنت أكتب إبراهيم الأخضر ورش هي تجيك كلها التي نزلت موجودة، وإن شاء الله يبدأ إخواننا في يعني وضعها في قناتهم، يعني الصور التي جاهزة يسمعونها للناس ينتفع بها الخاص والعام. طيب ربنا كريم. آخر سؤال من الإخوان، وفيه بعدها إن شاء الله مداخلتين، وإن أذن للشيخ ناصر والشيخ، وفيه طلب يا شيخ بعد ما نستمع. تمام. وفي برضو يعني نكتة خفيفة على من الشيخ يقولها لكم إن شاء الله عن القراءة بإحساس الشيخ، بس خلينا ننتهي من الأخ. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم مهدي بن فقير. السؤال هو المعلم يسهل عليه أن يبين للطالب الأحكام ويعينه على الحفظ مثلا، لكن يصعب عليه متابعة الطالب في مسألة المراجعة، كيف يتمكن المعلم من متابعة الطالب في مسألة المراجعة؟ ما سمعت السؤال. ارفع صوتك. السؤال هو ان المعلم يسهل عليه ان يعين الطالب على ضبط الاحكام وعلى الحفظ، اما مسألة المراجعة وتعاهد القرآن فهذا يصعب عليه ان يتابع الطالب، انها مسألة شخصية يعني تعود للطالب، هل أنه يواظب على المراجعة في البيت أو لا؟ كيف يعين المعلم المتعلم على مراجعة القرآن وتثبيت الحفظ؟
والطالب الذي يريد أن يتعلم القرآن الكريم إذا كان يظن أن المعلم عنده حبوب يعطيه إياها يذوبها في مويه ويشربها يصير حافظ ومتقن، فهذا يعني غلطان. فالمعلم يعلم القرآن الكريم، لكن المراجعة لابد أن تتم في المنزل بتشجيع الأسرة وإعانته على هذا الأمر. أما المعلم الذي عنده 30 طالب ولا 40 طالب كيف يسمع لهم؟ ما يستطيع. يستطيع أن يعلمهم ويسمع لهم واحدة مرة، لكن ما يقعد كل مرة يمسك الطالب ويهتم به هو دون بقية الطلبة، هو مسؤول عن الحلقة كلها. فعلى الأسرة أن تقوم بواجبها لمساعدة هذا الطالب. والمعلم ما عنده طالب أو طالبين فقط حتى يعلمهم ويحفظهم ويعني يراجع لهم. وهناك أمر يعني مبذول في 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 بعض الأماكن أنا كنت ذكرته لمن يعني يتعلمون القرآن الكريم، وهو برنامج تثبيت الحفظ. يعني أنا ذكرته مكتوب وموجود في عدة أماكن، يعني إذا أراد أن يستفيد منه أحد فعليه أن يبادر إليه. وكثير من الطالبات والطلاب استفادوا من هذا البرنامج فائدة كبيرة جدا. فعلى المحتاج لهذا البرنامج أن يقرأه حتى يضع هذا البرنامج أمامه، لكن لا يستطيع المعلم أن يراجع للطالب، بل الأسرة هي التي تراجع له. نعم. شكر الله شيخنا. أقول فيه إذا أطلق الشيخ كلمة قرأت على الشيخ معناه الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي رحمه الله، حتى يعرف الإخوة. هناك مداخلتين يعني نتمناها، احنا هم ليس هم اللي طلبوا، احنا اللي نطلب منهم. معنا فضيلة الشيخ عدنان العرضي، نريد منه مداخلة لمدة 2 إلى 3 دقائق، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الدوس، جزاهم الله خيرا. تفضل الشيخ عدنان، تجيب الميكروفون لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نشكر فضيلة الشيخ نصر القطامي على حرصه وإقامة هذه الأمسية الجميلة ودعوته لنا ولطلابنا. ونشكر فضيلة الشيخ الوالد الشيخ إبراهيم الأخضر حفظه الله، وعلى يعني تجشمه الحضور إلى هذا المكان، ونسأل الله أن يكتب خطواته وأن يبارك فيما قدم وأن يتقبل من الجميع سعيهم ويكتب أجرهم. بالنسبة للمهارة في التعليم والتعلم، كان ودنا من فضل الشيخ باعتبار يعني مسيرته الطويلة في القراءة والإقراء أن يلخص لطلبة العلم ونحن منهم، أن يلخص لنا يعني آليات مهمة أو معالم هامة جدا في طريق الوصول إلى المهارة في التعليم والتعلم، يعني حتى ولو رؤوس أقلام، بحيث أنه يعني معالم يهتدي بها الطالب أو المعلم والمتعلم في الوصول إلى المهارة في تعليم وتعلم القرآن الكريم. بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخ. مسألة التعليم والتعلم علاقة إنسانية بين يعني الناس، بين 2 أو بين عدد أكثر من 2، وهي تقوم على آليات محدودة جدا ومعروفة.
وإذا عدنا إلى منشأ التعليم بدايته فهو أمر نلخصه في الآتي: أن الحلقة الأولى للتعليم هي التي بدأت في الجنة، ربنا تبارك وتعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طبعا هنا سؤال أول مرة: لماذا قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وهنا أمر يعني جزء محذوف من الآية، وهي: إني جاعل في الأرض خليفة يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. هالتفاصيل ذكرها الله سبحانه وتعالى للملائكة، قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة يفعل كذا وكذا 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 وكذا. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذه بداية. وعلم آدم الأسماء، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. دي ما علمتنا إياه، هذه الأشياء لم تعلمنا إياه. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هذه الحلقة الأولى، أن سيدنا آدم قال للملائكة: هذه الأشياء اسمها كذا وكذا وكذا وكذا. هذه الحلقة الأولى التعليمية، فهي علاقة قامت على المحبة بين آدم وبين الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى قال للملائكة: اسجدوا لآدم فسجد، إلا إبليس. العلاقة بين آدم وإبليس كانت علاقة خربانة من أولها، فهو لم يسجد. هذه قصة انتهت. الحلقة الأولى هذه أول حلقة تقام بين اثنين يتعلمون فيما قصه القرآن علينا، هي ليست استنباطا من عندنا، ولكن هذا قصص القرآن هكذا. علم آدم الأسماء وقال: أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا: سبحانك. المهم هذا هذا هذه هي الحلقة الأولى، قامت على اثنين متحابين بينهما حب، وهو آدم والملائكة. لما نزل آدم إلى الأرض وبدأت الحرية تتاح لبني البشر، أصبح الناس يختارون اختيارات، فكان لابد أن يرشدهم ربنا سبحانه وتعالى إلى السبيل الذي يعيدهم إلى الجنة مرة أخرى، فأرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب حتى يهتدوا بها ويجدوا طريقا مستقيما إلى جنات الله، جنات النعيم. الرسل علاقتهم بالناس علاقة شريفة جدا، أي أنهم يولدون في نفس المجتمع وينطقون لسان المجتمع نفسه، ويكونون في داخل المجتمع، يراهم المجتمع دائما لا يغيبون حتى يصلوا إلى درجة الرسالة، فيبعثهم الله بالرسالة ويبلغون الناس ويقولون لهم: قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه مهمة الرسل،
والرسل لا يكونون إلا في قومهم إلا بلسان قومه، لا بد أن يكون الرسول من نفس القوم، يعني قوم هود هود منهم، وقوم صالح صالح منهم. فالرسل لهم قيمة اعتبارية لكونهم من أهل الأخلاق الفاضلة الكريمة الذين لا يخالفون أمر الله ولا يأتون من الأمور الحقيرة ومستحقرات الأمور التي يأتيها البشر، فلهم هذه الميزة، ميزة الأخلاق الفاضلة. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل، فولد في وسط مجتمع محدود جدا وهو مجتمع قريش، وكان الناس يحيطون به وهو صغير، وكبر وهو معهم وهو معهم وهو معهم، إلى أن كانوا يلقبونه بالأمين الصادق، الأمين الصادق، الأمين معروف مشهور، إلى أن قال له: يا قوم اعبدوا الله، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. بدأ الشيطان يلعب بعقول الناس، أسلم من أسلم وكفر من كفر. لكن قال الله سبحانه وتعالى له: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، لا يكذبونك. ما حد كذب النبي، في داخله يعلمون أنه صادق، ولم يجد أحد عليه من قبل أي كلمة نابئة أو كذب أو بهتان أو زور أو زندقة. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالرسول كان صادقا عند الجميع، ولما جلسوا مع بعض قالوا لهم: طيب ليش تكذبوا؟ كذاب هو؟ قالوا لا. شاعر؟ قالوا لا. مجنون؟ قالوا لا. طيب نهاب يبغى فلوس يبغى كذا؟ قالوا لا. طيب ليش ما تآمنوا بي؟ قالوا والله احنا وهذول الجماعة بنو هاشم مشكلة، اطعموا اطعمنا، سقوا هذا، ضيفوا ضيفنا، سووا سووا، طلعوا لنا قالوا منا نبي. من فين نجيب لهم نبي؟ حتى صرنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي، فمن أين لنا أن نأتي بنبي إحنا؟ الحسد، الحسد. إذن فالعلاقة التدريس والعلم ونقل العلم لا يكون إلا بين شخصين متوادين متحابين، أما المتنافر فلا يمكن أن تتعلم منه علم أبداً. إذا بينك وبينه نفور لا تتعلم منه. والمدرس هو الشخص الذي يعرف كيف يستقطب هذا الشخص ويقربه ويعلمه ويشجعه على أن يستمر، ويقول له: أنت ممتاز ويعني ناجح ويرجى منك الخير واستمر، وأنا مسرور منك ومبسوط أنك أنت تجي وكذا. هذا يتعلم. أما إذا حقره وإذا يعني أغلظ له الكلام وهذا، فإن من الخصائص العجيبة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها خير الخلق جميعا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. مش بس خلق، عظيم عظيم. وكانت هذه الأخلاق وسماحة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه ومع الناس جميعا يعني تدهش العقول، يعني تصرفات غريبة سبحان الله في 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 يعني دخوله إلى نفسية الناس ومعرفة يعني مقاصدهم. واحد غايب ما هو موجود في المجلس،
قالوا والله فلان الفلاني، قال والله نعم الرجل لو كان يقوم من الليل، راحت الناس تجري للرجل، قالوا له الحق نفسك. النبي يقول نعم الرجل لو كان يقوم من الليل، مسكين صار الرجال هذاك طول الليل هو يصلي. فكيف وصل إليه دون أن يخاطبه بقوله يا حبيبي قم صلي من الليل، اركع لك ركعتين تستفيد منها تنتفع بها؟ أبدا. وهو غايب مدحه وقال يعني نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. واحد يجي يقول له انصحني، يقول له لا تغضب، عصبي شوية وحار وقوام يتنرفز، قال لا تغضب لا تغضب. واحد يقول له انصحني، قال له لا تكذب. يعني هذا الخلق العظيم. فلما يكون عندنا طالب نبغى نستقطب ونبغاه يتعلم مننا، لابد أن تكون بيننا وبينه ألفة. أما إذا كنا متنافرين فلا يمكن أن يتعلم منا أحد أبدا. وهذه القصة هي القديمة التي كانت في الجنة، أن بين آدم وبين الملائكة محبة، اسجدوا لآدم فسجدوا، يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أنبأهم بأسمائهم، قالوا هذا الكلام، قالوا سبحانك، أي لا يأتي منك منقصة، أنت الكمال والكمال كله يا رب العالمين. هذه العلاقة التي تقوم بيننا وبين البشر. ولذلك حتى في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال لنا للناس وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، يعني في القراءة الثانية وقولوا للناس حسنا، يعني قولا حسنا، ما يكلفك ولا شيء، ما يكلفك ولا شيء الكلام الطيب. يعني لما تقول كلمة طيبة الواحد والله ما تكلفك حاجة، تقول له الله يرحم والديك، والله الله يصلح حالك، والله الله يعينك، والله الله يوفقك، ما ما بدل يعني ما تقول له كلمة كذا والله كذا خشنة ما غير مريحة. فهذه العلاقة التي تقوم بين المعلم والمتعلم هي علاقة المحبة والاحترام، مهما كانت الفوارق في العلم والسن، لا بد أن تكون موجودة المحبة والاحترام في علاقة المعلم والمتعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أشكر أخونا الدكتور، لسه في سؤال؟ طيب 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 تفضل الدكتور، تفضل دكتور. أنا آسف ما انتبهت للميكروفون في يدك. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية فضيلة الشيخ أشكركم على ما تفضلتم به، وهذه فرصة عظيمة للاستماع إليكم مباشرة والجلوس بين يديكم. أسأل الله عز وجل يبارك في جهودكم وفيما تقدمون وتبذلون، والشكر أيضا موصول وممتد لأخينا الشيخ أبي علي الشيخ ناصر على هذا الجهد المقدر والموفق. سؤالي شيخ، عندما بدأت في حديثك عن المهارة، ألسنا بحاجة فضيلة الشيخ إلى تحرير مفهوم المهارة في تعليم القرآن الكريم؟ لا سيما وقد أشرتم في بداية الحديث أن تقنين يعني بداية توجيه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال الماهر بالقرآن وأطلق هذا الوصف، لم يكن هنالك تقنين من قبل، وهذا فيه إشارة أن القدر الذي يعنى بالمهارة هو أقل بكثير مما قد يفهمه الكثيرون اليوم، لأن المهارة مرتبطة بفهمنا الآن بالإتقان الذي هو أعلى درجات الإتقان المصحوب بشيء من التفنن والإجادة. الذي يقصده فضيلة الشيخ أن هنالك الآن تكلف في ما يتعلق بتدريس القرآن، إما تحت زعم المهارة أو ما إلى ذلك، وقد جرى هذا تنفيرا كبيرا في أوساط المتعلمين، بل نسمع من بقي في الفاتحة أسبوعا وعشرة أيام وشهر وهو إمام له 15 عاما إمام، لكن عندما قرأ عند الشيخ الفلاني ظل في الفاتحة أسابيع يعني وربما أيام طويلة. أيضا ما هي حدود المهارة
الآن اليوم كثير من القراء يعنى بأشياء كثيرة أثناء القراءة، وأشرتم فضيلة الشيخ إلى الأئمة، واليوم مثلا عما بين عامة الأئمة، العناية بالمقامات مثلا أثناء القراءة، العناية بكذا، بالقدر الذي قد يفقد التدبر ويفقد المقاصد العظمى في تلاوة القرآن وإسماعه. فالذي يعني أسأل عن فضيلة الشيخ وأقترحه أن هنالك حاجة ملحة فيما يتعلق بمفهوم المهارة وضبطها، لا سيما أن شراح الحديث أشاروا إلى أن المقصود بمن وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام مع السفر الكرام البراء أن من يقيم الحروف والألفاظ يعني على وجه صحيح. والمتداول فضيلة الشيخ عند يعني حتى عامة المشايخ والعلماء سواء في نجد أو في بلدان أخرى لا سيما من علماء الفقه، لديهم عتب كثير على علماء القراءات أنهم قد أحيانا يوصفون بالتكلف أو بإلزام الناس بأشياء لا تستند إلى نص شرعي. وكما لا يخفى عليكم فضيلة الشيخ أن يعني النمط العام السائد الذي كان موجود في نجد وفي كذا في قراءة القرآن بطريقة معينة، بل كان ينبذ من يعني يحرص على إتقان التجويد ويرى أن هذا من التكلف. فالمهارة والتكلف تحتاج تحرير أو تحتاج أن يعني ما يضبط هذا المصطلح. نعم. هذا شيء. حتى ما أشرتم إليه فضيلة الشيخ أن كثير من الأساتذة والمعلمين اعتمادهم على الحس أو اعتمادهم على ذائقته أو كذا دون أن يكون هنالك انضباط واضح في القاعدة أو في التقنين، ألا يجر أيضا هذا إلى يعني أبواب أخرى من التكلف والمشقة على المتعلمين وقد يظهر أو يفقد المقصود الأكبر؟ هذه تساؤلات وليست مداخلة، ويعني أود سماعتك. جزاك الله خير. جزاك الله خير دكتور. الحقيقة أنه الاعتراض العام من كثير من الناس من يعني ممن لم يتعلم أي علم يجد أن هناك شيء جديد دخل على هذا العلم وهو التكلف، ويرى أن هذه من الأشياء التي تتنافى مع جمال القرآن وجمال الإسلام وجمال الدين يعني، ويرون أن في هذا شطط. وربما يكون يعني لديهم بعض العذر لأنهم لم يتعلموا. ونحن نلاحظ في كافة فهارس العلوم الموجودة في المكتبة الإسلامية والمنقولة لنا نجد هناك تكلف شديد جدا يفوق الوصف، وهو ممتد تاريخيا وعمليا في حياة البشر، ليس فقط عندنا في بلادنا بل في كل البلاد. خذ مثلا علم النحو. علم النحو هو من أجمل العلوم، وهو ركيزة من ركائز العلوم الموجودة في اللغة العربية، ومع ذلك فالتكلف فيه ظاهر جدا جدا جدا. لنأخذ مثالا بسيطا معروف عند كثير من طلبة العلم، الشاعر المعروف اللي هو المتنبي، إن برى له أحد علماء اللغة العربية القدامى المعروفين وهو أبو علي الفارسي، وهو لا يحب المتنبي ولا يحب شعر المتنبي ويطعن فيه بمطاعنه التي هو يراها، ويستسيغ ذلك ولا أحد يقول له أنت متكلف. وتلميذ الإمام أبو علي الفارسي وهو ابن جني يحب المتنبي ويحاول أن
يمدح شعر المتنبي بعكس ما يقوله الشيخ، لكنه بطريقة لا يريد أن يجرح مشاعر شيخ الشيخ الكبير شيخ أبو علي الفارسي، ويريد أن يجهر بالحقيقة الموجودة في شعر المتنبي. هذا طبعا عند الناس تكلف، وهو علم غزير عند ابن جني والله أبو علي الفارسي، فكلاهما يقول علما واسعا يعني يعتد به ولا يمكن إنكاره. أضف إلى ذلك مفاهيم النحو عند أهل البصرة والله عند أهل الكوفة، وهل النحو سنة متبعة أو هو اشتقاق، إلى ما ذهب إليه أهل النظر في هذا الشأن، وما يقوله علماء النحو في أهل البصرة، وما يقوله علماء النحو في أهل الكوفة، ويختلفون اختلافا كثيرا جدا، وفيما بين سيبويه والكسائي، وفيما بين فلان وفلان وفلان وفلان. إذا نظرت إلى ما هو مكتوب في الكتب التي جاءتنا عنهم تجد تكلفا ظاهرا. تعال لأهل العقائد، علماء العقائد، كثير منهم ينص على أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، يعني جيش كبير جدا من علماء الأمة الإسلامية عندهم في النار لأنهم أشاعرة. شارح صاحب فتح الباري ابن حجر، النواوي، الرافعي، فلان، يعني فطاحلة علماء الأندلس يخرج منهم 3 أنفار: ابن عبد البر وابو عمر الطلمنكي وصاحب الرسالة، وباقي علماء الأندلس كلهم عندهم أشاعرة وكلهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، أي لا يتضمنهم الحديث إلا من أنا عليه هذا تكلف طبعا، لأجل خطأ ولا خطأين أو 3 أخطأوا فيها وهم مخطئون يعني، ولم يكن واحد منهم معصوم أصلا، ومع ذلك يحكمون عليهم بهذا الحكم، هذا تكلف. فما الذي يجعل التكلف فقط عند أهل التجويد وإقامة المدود 4 حركات و6 حركات و1 حركة وغيرهم من العلماء الذين تكلموا في الأصول، الذين تكلموا في 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 يعني الفرائض، الذين تكلموا في الفقه، الذين تكلموا، لماذا لم يكونوا متكلفين؟ ما زال إلى الآن أناس يقولون إن الصلاة تقوم على حديث المسيء، ليس فيها لا سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى، ولم يذكر فيها ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أبدا، حديث المسيء وبس. طب يا مسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم علم الدين وعلم أشياء كثيرة، لماذا تتركونها ولماذا تعرضون عنها؟ أليس هذا من التكلف؟ قال لا حد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أبدا، حديث المسيء وبس. طب يا مسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم علم الدين وعلم أشياء كثيرة، لماذا تتركونها ولماذا تعرضون عنها؟ أليس هذا من التكلف؟ قال لا، حديث المسيء، حديث المسيء هو اللي ثابت عندنا. هذه أمور كثيرة جدا في يعني لا يخفى على علمكم وعلم الإخوان أن العلوم كلها فيها تكلف، و
النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف يسمع لقراءة أبي موسى الأشعري وهو في بيته كان يقرأ القرآن، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قراءته، فلما انصرف ورآه في اليوم التالي قال له: لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة. فقال: يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبير، يعني كان عندي حاجة أحسن من كذا أسمعك إياها لأنك بتسمعني، وأنا كنت أقرأ لنفسي في هذاك الوقت. أليس القراءة التي ذكرها أبو موسى أنه عنده ويستطيع أن يفعلها تكلف زائد عن هذا الحد الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ كل الأمور في العبادات إذا لم تتكلف لها فلا تكون في أكمل وفي أوجها وفي أجمل حالاتها، لا بد من التكلف. ولكن هناك زيادة عن التكلف، زيادة مخلة، يعني لما أنت يجيبوا لك كوباية شاهي مثلا وتحط فيها حجرة سكر، إيه معقولة، حجرتين مقبولة، لكن إذا حطيت فيها 10 حجرات سكر أصبح سكر ومعه شاهي، ما أصبح شاهي، فانتقلنا من مسمى إلى مسمى. فكل شيء إذا زاد فيه الأمر يصبح التكلف غير مقبول. أما إذا في الحديث الصحيح أن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. كيف أحسنوا الذبحة؟ قال: فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كل هذه من الأمور التي فيها تكلف، ومع أنه المطلوب هو أن تذبح الشاة تنحرها بحيث أنه تنقطع هذه الأوردة ويخرج الدم وخلاص، لكن ما هذه الشروط؟ وأن ذكر أيضا أن لا تجعل شاة مذبوحة أمام شاة أخرى وكذا، هذه تكلف، ولكنه تكلف محمود، تكلف رغبت الشريعة فيه. فلذلك نحن الآن يجينا واحد يقول: والله هذا تكلف التجويد أو بدعة التجويد. والله على كيفك، ما تبغى تتعلم كيفك، يعني هذه اختيارية أنت تختار، تبغى تتعلم الله يحييك، ما تبغى تتعلم مع السلامة، لأن هذا علم يرغب فيه من يرغب فيه ويعرض عنه من يعرض عنه، هو اختار. صلى الله عليكم شيخ. نبغى قراءة بإحساس الشيخ. الشيخ عنده طرفة أذكرها اللي هو يقرأ بلسان أنت. هذا كان يعني على التعليم، يعني كان رجل من أهل الفضل الله يغفر له ويرحمه، رجل بخاري شيبة كبير، يعلم القرآن في الحرم في مكة تجاه الكعبة، عنده واحد ولد يقرأ، فيقول له: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي. هو الشيخ الرجل الشايب يلقن الولد يقول له: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. فبعث الولد يقول: كان الناس أمة واحدة فبعث، بعث بالسين. يقول له: لا يا ولدي، مو بعث، بعث. يقول: كان الناس أمة واحدة فبعث الله. يا ولدي، مو فبعث، فبعث. يقول الولد: كان الناس أمة واحدة فبعث الله. بعدين قال له: شوف يا ولدي، اسمع اسمع، انت اقرأ بلسان انت بقلبي انا. وطبعا هو الرجل
لسانه أعجمي ما يعرف ما عنده حرف الثاء، والولد عربي يعرف ينطق حرف الثاء، فقال له اقرأ بلسان أنت بقلبي أنا. الرجل في قلبه فيه حرف الثاء لكن في لسانه ما هو موجود. هذه نهاية جزاكم الله خير. شكرا للدكتور ناصر جزاه الله خير على الاستضافة والذي جمعنا بأهل القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع فيه خيرا وبركة ونفعا لنا في يعني مستقبل حياتنا، وأن يشجعنا على عمل الخير وأن نسعى إليه. وكما ذكر لنا أبو محمد جزاه الله خير أن نساعد الحلقات هذه وأن نساعد الجمعية على أداء مهمتها، وأن تكون الأسرة من وراء الأولاد تشجيعاً وإعانة لهم على المراجعة والحفظ والانتماء إلى هذه الحلقات، وأيضاً أن زي ما قال أبو محمد أن يمدوا أيديهم بالمادة السخية للجمعية، حتى لأن الحلقات تتزايد يوماً بعد يوم، كل يوم طلب مزيد من الحلقات، ويعني ما شاء الله يعني يكثر الأولاد ويحتاجوا إلى هذه الحلقات النير الطيبة المباركة. فمدوا أيديكم بالخير وشجعوا إخوانكم عليها، وأعانكم الله وسدد خطاكم ووفقكم. في طلب اللي باقي الطلب. نعم. بما أن الحديث عن المهارة بين المتعلم والمعلم والمتعلم، فمعنا أحد المشايخ المقرئين أو القراء في الرياض اللي أصواتهم طيبة، نبغى نستمع منه نختم بهذه الآيات وتبين بعض الملحوظات عليه. يعني لا لا لا، أو من أسوأ الأمور هي طلب الملحوظات على الناس. لا تقرأ أمام أحد وتطلب منه ملاحظات. التعليم والتعليم والتعلم فقط فقط فقط. السؤال عن إيش لاحظت علي هذا خطأ، وذكر الملاحظات لمن يقرأ عليك خطأين. لا ترتكب هذه الأخطاء، اقرأ بما تعلمت وزد تعلما وتعلم زيادة كل يوم، لكن لا تطلب ملاحظات. الملاحظات ما هي طيبة، الملاحظات ليست منقبة كويسة أبدا، بس تشويش على الإنسان. واحد جيعان أقول له وجهك أصفر جيعان وأروح، إيش فائدة الملاحظة هذه؟ الرجال يبغى سندويتش يأكله علشان يرجع الدم في وجهه، ما هو في حاجة لأنك أنت تقول له أنت جيعان. واحد بردان تقول له والله أنا شايفك تطقطق من البرد، ما شاء الله عليك، هذا ما ينفع، هذا خطأ في كتاب الله خطأ. تعلم وتعلم وتعلم، لا تقعد تقرأ على واحد أبغى أقرأ عليك الفاتحة، تفضل قرأ الفاتحة ولا الضالين آمين، ما شاء الله. إيش الملاحظات اللي علي يا ابن الحلال؟ ليش تطلب الملاحظات؟ النقد شيء سهل جدا، التعليم هو الشيء الصعب. روح تعلم، تعلمت زيد تعلم، لكن لا تطلب ملاحظات. هذا طلب الملاحظات خطأ، انتشر كذا بين الناس. زمان ما كنا نسمع هذا، كنا نسمع واحد يقرأ على الشيخ ويقوم بس، أو يقول له علمني يتعلم. لكن أنا أبغى ملاحظات. ملاحظات إيش؟ إيش فائدة الملاحظات هذه؟ أنت محتاج تتعلم، أنت محتاج الواحد يقول لك ملاحظات عليك. طيب خلاص يا شيخ ولا تزعل يا شيخ، بس نسمع منه آيات. أيوة جزا الله خير، هذا شيء طيب كثر خير. بعدها كلمة للشيخ ناصر القطامي راعي هذا الحفل أو هذا اللقاء، وجزاه الله خير. أحسن الله إليك. أحسب أن الإخوة قد ظلموني بأن اختاروني أنا أقرأ بين يديك؟ لا لا، بين يدي الناس كلها، أنا واحد منهم مسلم. فأرجو أن تتحمل أذناك هذه التلاوة. جزاك الله خير، جزاك الله خير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه مصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فلا أجد عبارة أصف بها هذا اللقاء الماتع وهذا اللقاء الذي يعبق بأنس القرآن والذي اجتمعنا فيه على مائدة القرآن وتوجنا فيه إمام من أئمة القرآن شيخنا الشيخ إبراهيم الأخضر حفظه الله ووالله يا شيخنا أنك لا تعلم مدى فرحتنا ونحن نراك اليوم بيننا وأنت ترفل في ثياب الصحة والعافية ويوما بعد يوم تزداد بفضل الله الواحد الأحد قوة وإعانة على طاعة الله ومسارعة في هذا الميدان الرحب ميدان أهل القرآن برا بهذا النعيم العظيم الذي وهبكم الله إياه وردا لهذا الجميل الذي ألبسكم الله تعالى وزينكم به فوالله الذي لا إله إلا هو أن السكينة التي شعرنا بها في هذا المجلس والراحة في القلب والطمأنينة في النفس وأحسب أني أتحدث باسمي وباسم كافة الإخوة لم نشعر به منذ فترات طويلة فسبحان من ألهم هذه المجالس هذا الخير العظيم وهنا درس أحسب أننا استفدنا منه اليوم وهو أن التربية بالفعل أعظم من التربية بالقول فشيخنا حفظه الله بعلمه وببذله وبتقعيداته وبلمحه بل حتى بلطائفه وغضبه أحيانا كل هذا أحسب أنه يصب في مدرسة التعلم
بالقدوة. فكم من مواقف يظن الطالب طالب العلم أنها من أساسيات أو من مقومات طلب العلم الحقيقي، فينهره الشيخ أحياناً بأسلوبه الذي ربما مع غضبه إلا أنك تلمس فيه روح الأبوة وصدق الشفقة. ولا شك أن هذا من تمام الرحمة والمحبة التي أشار إليها حفظه الله في قصة آدم عليه السلام مع الملائكة. وأنتم تتحدثون يا شيخنا، مؤسسة آيات اعتادت على أن تأتي بعد اللقاء إلى مثل هذه اللقاءات لتجزئ منها مقاطع وتنشرها في شبكات التواصل الاجتماعي. وأنتم تتحدثون قلت كم هي عدد هذه المقاطع وكمية هذه المعلومات القيمة بفضل الله التي أنطق الله بها لسان شيخنا، ربما جاء بعضها في سياق الطرفة أو النصيحة الأبوية، ربما قيلت بالعامية، لكنها تحمل كثيراً من الدلالات والمعاني العظيمة التي تستحق منا أن نستلهم هذه التجربة العظيمة التي امتدت اليوم إلى أكثر من 80 عاماً قضاها الشيخ إبراهيم حفظه الله وأمد في عمره وألبسه تاج العافية وأعانه على إكمال هذه الرسالة القرآنية العظيمة، وجمعنا به ووالدينا وعلمائنا وأحبابنا في فردوسه الأعلى. فلا أملك في ختام هذا اللقاء إلا والله أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان وأعظم الدعاء وأجزله لمقام الوالد الشيخ إبراهيم الأخضر الذي أتحفنا هذه الليلة وتوجنا وأكرمنا. ثم الشكر موصول لفضيلة أخي الكريم الشيخ يوسف بن عبد الله الشويعي إمام جامع الأمير عبد الله بن محمد في عتيقة، وهو أيضا الإمام المشارك في العام الماضي في مسجد قباء في صلاة التراويح، الذي كان سببا في هذا اللقاء وأكرمنا أكرمه الله بهذه الليلة المباركة وتنسيقه لهذا اللقاء. ثم أجزي الشكر لأصحاب الفضيلة من العلماء والمشايخ والقراء والأطباء والأساتذة الذين هم من تلامذة الشيخ وحضروا هذا اللقاء، خصيصاً بعضهم من خارج مدينة الرياض أو ما جاورها أو من داخل الرياض. ثم أخيراً أجزي بالشكر لكافة الحضور ولمن يشاهدنا عبر شبكات التواصل، والله تعالى أسأل أن يجعل هذا المقام شفيعاً لنا يوم أن نلقاه، وأن كما اجتمعنا على حب كلامه وحب كتابه أن يرفعنا به في الدنيا ويعلي به مقامنا في الآخرة. يا ربي كما لا يفوتني أن أشكر الإخوة الذين قاموا على هذا اللقاء ورتبوا له وأعدوا له العدة. وهذه اللقاءات بالمناسبة تقام شهريا من تنظيم مؤسسة آيات الوقفية للقرآن الكريم، وهي مؤسسة وقفية أنشئت قبل 10 أعوام، ويندرج تحتها عدد من المناشط والبرامج الإعلامية والتقنية والتدريبية لقراء القرآن العظيم، والذي توجنا فيه اليوم مقام شيخنا الكريم الشيخ إبراهيم الأخضر. فسنتواصل أيها الكرام في لقاءات قادمة، وقد سبق هذا اللقاء لقاءات عدة مع عدد من كبار أهل العلم وأئمة الحرمين الشريفين وغيرهم. ومن أراد التواصل لمعرفة أخبار هذه المؤسسة أو مواعيد اللقاءات فليتواصل على شبكات التواصل لمؤسسة آيات أو على رقم الجوال الذي هو 0532444448، 0532 0532 44 48. شكرا فضيلة الشيخ، بارك الله، أسأل الله أن يحفظك ويديم عافيتك وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الشكر موصول لكافة الإخوة، أنتم أصحاب الفضل في هذا اللقاء.
استودعكم الله في لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.